السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الطارف لنقف على آخر الأشغال نتاع المحطة الجديدة نتاع تحلية مياه البحر اللي راهي قيد الأشغال. إذا واللي تعرف أشواط جد متقدمة وهي للعلم أنه واحدة من بين 5 محطات راهي قيد الأشغال على طول الساحل نتاع الجزائر، وكذلك نعلم أنه فيه 6 محطات أخرى سوف تنطلق الأشغال بها في الأشهر القليلة القادمة. الدراسات كلها مكتملة يعني نصل إلى معدل نتاع الاستهلاك تاع المياه المحلات إلى نسبة 60% من يعني مجموع الاستهلاك الوطني للمياه المحلات. إذن وكذلك اللي نصل إلى نسبة إنتاج 3 مليون متر مكعب يوميا في مع نهاية سنة 2026 بفضل هذه المحطات الـ11 الجديدة، بالإضافة إلى المحطات الموجودة واللي كانت تم عددها 11 محطة تم إنشاؤها واللي راح يحيز الخدمة هذه منذ مدة. إذن سوف نصل إلى ما لا يقل عن 3 مليون متر مكعب نتاع إنتاج نتاع المياه المحلات في الجزائر، ونكون إن شاء الله في مأمن من التقلبات الجوية، وكذلك سوف نعزز لا محالة من الأمن المائي اللي هو أصبح تحدي كبير في السنوات يعني السنوات الأخيرة هذه. نخليكم تابعوا الفيديو حول إذن أشغال نتاع المحطة نتاع تحلية مياه البحر بولاية طارف ببلدية كوتية دراوش ببلدية ريحانة إذن في ولاية الطارف. والسلام عليكم.